اهلا بكم اخواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم هذا الطبق، طبق بنين وسهل التحضير من اروع ما يكون، غراتا اشي بارمونسي بطريقه مختلفه. علموا فين نديروها. كما راكم تلاحظوا، اول حاجه هنا حكمت البطاطا، قطعتها دوائر كما شفتوا، راح نملحها ونحطها تفور. من جهه ثانيه راح نحضر اللحم المفروم. هنا بالنسبه للحم المفروم نحطه في وعاء اكبر، نضيف له بيضة، كمية من المعدنوس المقطع رقيق، مغرف كبيرة معمرة نتاع لا شابلور، خبز محمص ومرحي. هنا عندي مغرف نتاع بصل مرحية مع الثوم، نضيفها لهم الملح، فلفل كحل، ومغرف صغيرة نتاع مرقارين باش لي بولات نتاعنا يجو طريين. نخلط المكونات جيدا حتى نتحصلوا على امبات. الان راح نشكل دي بولات اللي يكونوا كبار شويه. لي بولات نتاعي انا راح نحشيهم بهذا الجبن نتاع لافاش كيري شيف. انا راح نستعمل هذا الطبيعي. نوجدها هنا. نبدا ناخذ اللحم المفروم، نشكل دي بولات بهذا الشكل. وقتكم يكونوا شوية كبار، مش كبار خلاص، يعني نعجنهم صعب يدي بهذه الطريقة. ندير حفرة في الوسط، ناخذ قطعة من لافاش كيري شيف، نديرها في الوسط بهذا الشكل ونغلق عليها هذه الطريقة ونعطيها شكل كروي. إذا بهذه الطريقة نحطها على جهة ونكمل كامل الكمية بنفس الشكل. إذا البنات، بعد ما كملت شكلت كريات اللحم المفروم، هنا في مقلة حطيت شوية نتاع زيت، وكنت رحيت بصلة متوسطة الحجم مع ثلاث فنات نتاع ثوم، نحطها تتقلب باش نحضر لاصوص طوماط اللي راح نرافقها مع لاشي بارمونسي نتاعي. هنا نضيف له مغرف كبير نتاع طماطم مصبره، نقليها مع البصل بهذا الشكل، ندير شويه نتاع ملح وشويه نتاع فلفل اسود. هنا نضيف نص تاع كاس ماء او ربع تاع كاس ماء عفوا سخون، ونخلي البصل يكمل يتقلى حتى يعني يتبان مليح وتروح الحموضيه نتاع هذيك الطماطم، بعد نطفيو عليه ونرجع لكم. اذا البنات، ها هي البطاطا بعد ما فورتها، بعد حطيتها في الصينيه بهذا الشكل باه تبرد ليه ليه. بالنسبه للتفوار يعني عصوها، ما تكثرولهاش الطياب باش ما يعني الشكل نتاعها يبقى كيما راه. نبدا نستفها بهذه الطريقه على الحواشي هكا ساير داير على الصينيه. طبعا نتوما تتحكموا في الكميه نتاع البطاطا وكلشي على حساب المقص تاع الصينيه تاعكم، وكذلك على حساب عدد الافراد. اذا هنا نبدا ناخذ هادو لي بولات، نحطهم هكا حتى بعداهم بين كل وحده وحده راح نحط حبه نتاع بطاطا. هكا حتى نكملهم كامل. من بعد ما شكلتهم كامل في هذه الاثناء راح نحضروا لاصوص بيشاميل. بالنسبه لاصوص بيشاميل نحتاج 2 معالق كبار نتاع زبده،
زوج مغارف كبار تاع فارينه، نحمصوا هاد الفارينه مليح في الزبده بهذا الشكل، بعد ما حمصت هذيك الفرينه مع الزبده الان راح نضيف نصف لتر نتاع حليب مع التحليب باش ما تتكتلش لا بيشاميل نتاعنا. هنا نضيف لها قطعه نتاع لافاش كيري شيف، نقطعها بهذا الشكل ونبقى نحرك حتى نذوب. هنا نزيد شويه ملح وشنو ما نكثرش لانه حطينا الجبن، وشويه فلفل اسود، نبقاو نحركو حتى يذوب الجبن وتعقد لنا لا بيشاميل. وشنو كل واحد كيف ما، يعني اللي يحب لا بيشاميل تاعو ثقيله يعني يعقدها مليح، واللي يحب البيشاميل تاعو تكون خفيفه يعني يراقب القوام نتاعها يخليها تعقد فقط حاجه خفيفه، غير يشوفها بدات تعقد ينحيها من فوق النار. انا راح نديرها تكون القوام نتاعها خفيف، ومباشره راح نحطها فوق الكغاطا نتاعي. اذا بعد ما عقدت لا بيشاميل نتاعي فرغتها في هذا الطاس، وراح نوزعها بهذا الشكل على السطح نتاع الكغاطا بهذه الطريقه. والفرن راني حطيته يسخن على 200 درجة، ندخل الكغاطا نتاعي يطيب يعني حتى تطيب هذيك الفيونداتي، راح تاخذ هكاك حوالي من 18 حتى 20 دقيقة. ومن بعد لما تفوت هاد المدة نشعلو عليه من فوق باش ياخذ لنا لون ذهبي. انا هنا ندخلو يطيب ونرجع ليكم ان شاء الله مع النتيجة النهائية. شوفوا البنات النتيجه النهائيه، شوفوا كيفاش خدا لون ذهبي رائع من الفوق، جا كغاطا في منتهى البنه، وكما شفتوا حاجه سهله تقدروا تحضروه في اخر لحظه يعني ما ياخذ لكمش وقت بزاف. جربوه اكيد راح يعجبكم. وهذا هو الفيديو نتاعنا نتاع اليوم، نلتقي في فيديو لاحق، مع السلامه.